بالنسبه للتجنيد العسكري انا في نظر ديالي هو مفيد جدا للشباب سيرتو في هذا العصر هذا، لان كثروا يعني المخدرات كما كتشوفوا، انحراف بزاف ديال الشباب. انا في نظري ان يعني التجنيد العسكري مزيان وغادي يخلي الشباب يلقاو يعني فين يدمجوا النفس ديالهم، لانه كذلك يقوموا فيه بتكوينات، عندهم ورشات، يعني بزاف ديال الامور غيستافد منها الشباب على انه يبقى جالس في الزنقه وما كيدير حتى شي حاجه. اللهم يخرج للتجنيد العسكري، وراه كذلك عنده واحد الراتب شهري اللي يستفد منه، ومن طوق كي يعطي واحد الكفاءة ذاتية النفس. مزيان أن البنت يعني يكون عندها إقبال على يعني التجنيد العسكري، لأن هي بأول درجة كتعتمد على نفسها. التجنيد العسكري كيخليك أنك تكون مسؤول، ما كتفناش يعني الأبوين ديالك أنهم يقوموا لك بواحد الأدوار كثيرة. لهذا أن التجنيد أنا بالعسكري بالنسبة للبنات والدراري أنا كيبان لي مهم جدا جدا. دونك فوالا، أنا في نظر ديالي التجنيد العسكري هو واجب وطني، و اون ميم طون هو فرصه ديال العمل وفرصه ديال باش انه الشباب يدخل الميليو بروفيسيونيل بطريقه اللي هي مختلفه على السيكتور بريفي والمجال الخاص. وفي نفس الوقت نظرا للوضعيه ديالنا الجيوبوليتيكيه ديال البلاد مؤخرا، هو انه خصنا الصفوف ديالنا العسكريه تزيد تقوى، وخصنا ضروري خصنا دي كادر جداد. سورتو لو بوين اللي عجبني بزاف هو لو فيت بلا لي ريكروتمون تيكونوا ادابتي على لي بروفيل ديال شاك كانديدا. و بيان سور هادشي غادي كري واحد بحال واحد الحل للمشكل ديال الطلبه اللي عندهم بزاف ديال لي ديبلوم وما لاقينش فرص للشغل. وفي نفس الوقت كاينين الناس اللي انتريسي بالميليتير، و اون ميم طون الميليتير سي تري كونو بالكاليتي ديالو ديال الفورماسيون، بالكاليتي ديالو ديال التكوين، وبزاف ديال الافونتاج سوسيال ولي زافونتاج جوريديك اللي كيكون في الكونترا ديال سميتو. وانا في نظري كنشجع الشباب كاملين اللي كيشوفوا راسهم انهم محتاجين واحد الامل في الحياه، واحد لونغاجمون، واحد الهدف باش انهم يقويوا البلاد ويحميوا البلاد ويحميوا المواطن عاش المغرب. التجنيد العسكري واحد الحاجة ومفخرة لينا كاملين حنا المغاربة، باسكو مزيان الإنسان بحال هكا كيدافع على الوطن ديالو ويقوم بالتجربة، كتعتبر تجربة في نظري. يعني فاش غتستافدوا منها نتوما يعني كشباب إلا دخلتوا لها؟ كتقوي الشخصية ديالك، كتقوي، كتشوف بزاف ديال الحوايج. حتى هادشي بان لي كان شحال هادي وكذا، والناس استافدوا منه، بعدا كدوز شي حاجة مزيانة بالنسبة لي أحسن. كتعاونك بزاف. أنت كتفكر فعلا أنك تدفع عليها؟ على مول أنا كنفكر وكنفكر، نقدر فهمتي، لا خرجت شي حاجة أخرى. الدراسة هي الأولى، باغسكو حيت كنقراو، أما البنادم اللي ما كيقرا ما والو خاصو يديرها، علاش لا يبقى مريح؟ راه يدفع عليها وكذا وربي كيسر، يقدر يكون هذا هو فعل الخير عليه وعلى المغاربة كاملين. مزيان هاد الناس اللي كيهضروا على هاد الشيء، راه حيت عارفين هو اللي هو الاساس، وعارفين من بعد يستافدوا منه، ماشي دابا. حيت اللي كيشوف دغيا من هنا لغدا ما غايديرش شي حاجه، اما اللي كيفكر من هنا للبعيد راه عنده فهم. هاد الفكره راه مزيانه بالنسبه لنا كاملين. السلام، سميت محمد ريان، كنقرا في حسن الثاني. المهم هاد القضيه كتستهويني، على وداش كناخذ سميتو ليكسبيريونس باش ندافع على الوطن ديالي الا كانت شي حاجه. و انا بروميير بوك، يعني مثلا الا كملتي القرايه ديالك تفكر انك تمشي دوز؟ كنفكر ندوز تشنيت الاجباري، على وداش فهمتي كان في بزاف الحوايج، على وداش مثلا الا كانت عندك لا ليسونس ديالك كيطلعك الفوق، الا كنتي مثلا ادخل العسكر غيعاونك في بزاف الحوايج. بحالاش مثلا شنو التجربه اللي تقدر على شخصيتك، وشنو الحوايج اللي غادي تقدر تستافد منها؟ اول حاجه غتزيد التقصاح، غتاقلم مع الوضع فهمتي. بالنسبه لي التجنيد العسكري ضروري في المغرب، لان كاين واحد نسبه البطاله اللي كبيره، وكاين نسبه ديال الناس اللي تيتعاطاو المخدرات وتتعاطاو الحوايج اللي ماشي هما هذوك. من الاحسن يمشيو للتجنيد. علاش؟ اول حاجه باش ينفع المغرب، ما تعرف شنو كاين من القدام. المهم يكون كلشي مجند، كلشي زعما كلشي كابابل، كلشي مزيان. وانا مع هذه القضيه،
والله يستر على الجميع ان شاء الله. صراحه الراي ديالي في هذا التجنيد العسكري مفيد للشباب والشابات، يعني بزاف د الحوايج، وكل ما كان عندهم نيفو طالع كل ما يعني زايد السالير اكثر، و يعني كنشوفها مفخره بالنسبه ليا وبالنسبه للشابات والشباب، يعني بزاف د الحوايج والدفاع على الوطن ديالنا، وهذا هو اللي كيخلي التجنيد الاجباري العسكري زوين. السلام عليكم. هذا اولا جينا خويا مهما كان هو افاده للشعب السكان والشباب، اي هو التجنيد شنو هو؟ هو مدرسه اللي كتحرس بها الدار ديالك، كتعلم فيها عدد الاشياء اللي ما كتعلموش في الدار ديالك لربما، وانا ما كتعلم على طريق الناس اللي هم مسؤولين على البلاد اللي انت عايش فيها، وهذا احترام كبير الناس اللي هما كيعطيو هاد الفرصه للشباب باش يعيشوا هاد التجربه. انا في حياتي ما درتوش، وانما درت شبه، والاولاد ديالي وخاصه واحد الولد ديالي كنت كنشجعو على انه يدير هادشي، لانه في واحد منفعه، ان لم تكن منفعه فرديه فان منفعه جماعيه وخاصه للبلاد. واليوم تيقولوا على انه خصك تحرس بلادك، الا ما كنتيش حاضي بلادك على جميع المستويات. اليوم راه كاين حراسه على جميع المستويات، تقنيه، اقتصاديه، اجتماعيه، حدوديه، على جميع المستويات خص الناس يكونوا متقفين، والتجنيد كيعطيهم هذه الفرصه هذه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.